السلام عليكم. اونور تطلق رسميا عملاقها الجديد اونور ماجيك 5 برو. أطلقت شركة أونور في مؤتمرها الخاص في معرض الـ MWC 2023 أحدث هواتفها الرائدة أونور ماجيك 5 برو بمواصفات مميزة، فهيا نتعرف على هذا الهاتف العملاق أكثر. مواصفات أونور ماجيك 5 برو الجديد. قبل أن نتحدث عن مواصفات الهاتف، دعونا نتحدث عن التصميم، حيث يأتي الهاتف مع كاميرا دائرية في منتصف الواجهة الخلفية، وهو تصميم مشابه لتصميم العام الماضي. هيكل الهاتف يتكون من مزيج من المعدن والزجاج، وتقول الشركة إنه متين للغاية. الشاشة منحنية قليلا مع كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب أعلى يمين الشاشة. يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.8 إنش، وهي كبيرة نسبيا من نوع أوليد، تعمل بتقنية LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، حيث تتغير سرعة معدل التحديث حسب المحتوى المعروض على الشاشة من 1 إلى 120 هرتز. وتدعم الشاشة تقنية الـ HDR 10 Plus، كما تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 110 شمعة في المتر المربع. من المميزات القوية للهاتف هو المعالج الذي سيعمل به، وهو أحدث معالج من شركة كوالكوم، سناب دراجون 8 الجيل الثاني مع معالج رسوميات أدرينو 740. ويحتوي الهاتف على رام 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0. كما يحتوي على بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير في الساعة. ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 66 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط. الكاميرا الخلفية مميزة جدا في الهاتف، حيث جاءت مكونة من 3 عدسات كلها بدقة 50 ميجا بيكسل. الأساسية تدعم ميزة تثبيت البصري OIS وعدسة بزاوية واسعة جدا 122 درجة، والعدسة الثالثة تدعم التقريب البصري حتى 3.5X والتقريب الرقمي حتى 100X. ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة كما ذكرنا في هذا الفيديو، الأساسية بدقة 12 ميجا بيكسل، أما العدسة الثانية فهي مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة الماجيك UI 7.0 من تطوير أونور، كما يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ويحتوي على مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة. بالنسبة لسعر أونور ماجيك 5 برو، سيتم تقديم الهاتف بألوان متعددة، وهي الأزرق السماوي والأسود البرتقالي أو الأسود والبرتقالي، وسيتم توفير الجهاز وبيعه في الأسواق العالمية في الفترة ما بين أبريل ويونيو بسعر 1199 يورو، أي تقريبا 12,000 درهم مغربي. كما شاهدتم أعزائي الكرام، هذا هو عملاق التصوير وملك التصوير، والذي كان يحتل المرتبة الأولى على مختبر الدي إكس أو مارك. ليس هذه النسخة بل النسخة الماضية الماجيك 4 برو. وهنا سوف ننتظر إن شاء الله نتائج الدي إكس أو مارك، ربما سوف يعني يظهر في المرتبة الأولى أو مع الأوائل، أتمنى ذلك، مع المات أيضا، المات 50 برو والهواتف الأخرى مثل سامسونج وآيفون إلى آخره. أتمنى أعزائي الكرام أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا مشاركة آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.